وسهلا فيك وعودا حميدا كذلك. تعاني من إصابة في الرقبة على ما أعتقد. أي والله يعاني من إصابة في الرقبة طال عمرك لبس بعد بالله عطنا كلود على الجولة شباب خلاص تفضل. المشكلة ذاك اليوم هو كان عنده غياب معين فهمت، فقلت له يا أبو شوق أحسن الله عزاك في فقيدكم وعودا حميدا. قال أي فقيد؟ أي والله صح أحسن الله عزاك زياد. لا ترى اللخ مع الهواء الزبدة يعني برد اليوم، توقع حر اليوم. لا والله تقدر تشيل فرع على رقبتي اليوم، ما اقدر احركها طول اليوم. لا بس ان شاء الله مأجور يا رب. في عدوينك استاذ هاني، في عدوينك والله، بس شيل فرع. كاننا جايين مع بعض السيارة والله. ترى شوف يا علي، اذا زودتها ممكن افك هذه واوري الناس كل شيء. طيب اليوم الموضوع صدق والله علي، والله الوقت مو وقته علي. احنا متاكدين مؤمنين انه الثوب اللي عليه من نايك خلاص منتهي من الشيء هذا. احنا تفضل ابو شوق. ابو فزع خروج عبد العزيز الزايد في هالفتره، وشفنا حزن عبد الرحمن.